بيبدأ فيلمنا اللي أحداثه بتدور في وقت الحرب العالمية التانية مع طفل قاعد على البحر اسمه أنجس. بيكون أنجس بيحب البحر جدا، لكن بالرغم من كده بيخاف ينزل المية لأنه بيتخيل إنه لو نزل المية هيغرق. وبيكون أنجس عنده هواية جمع القواقع البحرية، وفي وسط ما أنجس بيدور على القواقع بيلاقي حاجة شبه صخرة كبيرة، لكن بالرغم من حجمها الكبير إلا إنها خفيفة جدا. فبيقرر أنجس إنه يحتفظ بيها، وبتجيله مامته أن عشان يروحوا. ولما بيوصلوا للبيت بيدخل المخزن وبيفضل يلعب شوية بالصخرة وبيلاقي انها بتتقشر معاه. بيكون باين جواها مادة لزجة لونها ازرق، وقبل ما يخلص انجز تأشيرها بتناديله أنا، فبيسيب الشيء ده وبيمشي. لكننا بنلاحظ ان الصخرة بتتحرك حركة خفيفة. بيجي الليل وبيكون الجو عاصف جدا لدرجة انه بيفتح باب المخزن، فبيروح انجز للمخزن لكنه بيلاقي الصخرة واقعة ومكسورة، وبتكون في حركة غريبة حواليه وحاجات بتتحرك من مكانها. فبيدور أنجس على مصدر الحركة لحد ما بيلاقي كائن شكله غريب، ولما بيحاول أنجس انه يلمسه بيكون هيعضه. فبيروح أنجس يجيب له أكل وبيرجع علشان يأكله له، وبيأكل الكائن فعلا وبيسمح لأنجس انه يلمسه. وبيلاحظ ان الكائن عنده جرح، فبيروح يجيب شنطة الإسعافات وبيطهر له جرحه، وبعدين بيروح ينام. ولما بيصحى بيلاقي ان في كتيبة من الجيش داخل لبيتهم، وبيقول لهم قائد الكتيبة انهم هيعسكروا هنا في البيت، وده حسب أوامر أصدرتها القيادات. بعد كده بيروح أنجس المخزن علشان يطمن على الكائن، وبيلاقيه بيحاول ياكل جزمة لأنه جعان. فبيروح أنجس المطبخ وبيجيب له السلة اللي فيها بواقي الأكل وبيأكل الكائن منها. بعدين بيمسك أنجس الكائن وبيلاقي إن جسمه جاف جدا، فبيملى مية في السلة وبيحط الكائن فيها. بيفرح الكائن بالمية وبيقعد يتشقلب، وبيقرر أنجس إنه يسميه كروزو. بعد كده بتقابل أن لويس العامل الجديد في البيت، تطلب منه ينظف المخزن لأنها حاسة إن أنجس بيربي حيوان أليف في المخزن، مع العلم إن ممنوع تربية الحيوانات في البيت. وبيبدأ لويس تنظيف المخزن فعلا. بيشوفوا أنجس بيفضي المية اللي المفروض كروزو فيها، لكن كروزو ما بيبقاش موجود. وبيفضل أنجس يدور عليه طول الليل لكنه مش بيلاقيه، وبيطلع إنه جوه البيت لكن بيبقى حجمه كبر بشكل ملحوظ. بيشوفوا الكلب التابع للكتيبة وبيجري وراه، لكن الكلب بيبقى مربوط بحبله وما بيعرفش يلحقه. بعد كده بيسمع أنجس صوت صريخ أخته جاي من الحمام، فبيطلع يلاقي كروزو قاعد في البانيو وبيستغرب ان حجمه كبر جدا. بيقدر انجس انه يقنع كريستين اخته انها ما تحكيش لحد عن كروزو. وفي تاني يوم بتروح انا تدي لويس ملابس من بتوع جوزها، فبيقول لها لويس ان اكيد جوزها هيتضايق لو لبس من هدومه، فبتقول له ان جوزها غرق ومات من سنه، وان لحد دلوقتي انجس ما يعرفش ان والده مات. بعدين بتطلب منه يصلح الحمام، بيروح فعلا علشان يصلحه، لكن بيقابله انجس وكريستين وبيحاول يمنعوه يدخل، لكن بيدخل وبيشوف كروزو وبيكون خايف منه لكنه بيهدأ، وبيقول لهم انه سمع عن الكائن ده قبل كده، وانه كائن بحري نادر الظهور جدا، والنوع ده بيكون انثى وذكر في نفس الوقت، والكائن ده بيبيض مرة واحدة بس في حياته كلها وبعدين يموت. بيقدر يقنع لويس انه ما يقولش لأن على كروزو وبيوافق. بعد كده بيكون توماس قائد الكتيبة عامل عزومة في البيت. بينزل انجس للعزومة لكنه بينسى باب الحمام مفتوح، وبيخرج منه كروزو. بيشوفوا الكلب وبيطاردوا لحد ما بيوصلوا للأوضة اللي فيها العزومة. بيطلع الكلب على السفرة وبيبهدل الدنيا، اما كروزو محدش بياخد باله منه وبيروح يقعد في نافورة الجنينة اللي مليانة سمك وبيفضل ياكل فيهم. بالنهار بيلاقي لويس في النافورة لكنه بيكون حجمه اكبر بكتير، فبيقرروا انهم يطلقوا سراحه في البحر لان كده بقى مستحيل يخبوه في البيت. بعد كده بيبدأ القائد توماس انه يخلي انجس يشارك في تدريبات الكتيبة باستمرار، وما بيبقاش انجس عنده وقت يشوف كروزو، لكنه بيقدر يخلع من التدريبات وبيروح للبحر لكن مش بيلاقي كروزو. فبياخد مركب وبينزل بيها لنص البحر لحد ما بيظهر له كروزو، بيكون بقى ضخم جدا. بيفضل يلعب معاه وبعدين يركب على ظهره وبيفضلوا يلعبوا في المية. وبعد كده بيوصلوا كروزو للشط، ولكن بيشوفوا واحد من الكتيبة اسمه سترانكر. وفي تاني يوم بياخدهم القائد توماس علشان يوريهم شغل الكتيبة اللي بيجهزوا ليه في حالة هجوم الألمان عليهم، وبيجربوا يضربوا بالمدافع في البحر. وبيبقى انجس خايف على كروزو وبيحاول يوقفهم، فبتعاقبه أن بحبسه في البيت لأنه كان هيأذي نفسه. بيكون في واحد من المزارعين واثق من أنه شاف كروزو في البحر، وبيفضل مستني أنه يظهر تاني علشان يصوره، لكن كروزو ما بيظهرش. فبيعمل تمثال شبه كروزو وبيصوره على أنه هو، وبينشر الصورة في الجرايد والناس كلها بتدور عليه. بيحكي سترانك لزميله ووكر أنه شاف كروزو فعلا، قرروا أنهم يصطادوه. وبعد كده
كده بيروح أنجس ولويس للبحر علشان يشوفوا كروزو، طمنوا عليه بعد ضرب النار اللي حصل، لكن كروزو بيبقى هيهجم عليهم، وده بسبب انه بقى عنيف ضد البشر بعد ضرب النار اللي حصل. بيكون سترانك ووكر نازلين بمركب المية علشان يصطادوا كروزو، كأنه بيظهر وبيقلب بيهم المركب، وبيبلغ ووكر الكتيبة انهم بيتعرضوا لهجوم في البحر وبيطلب ضرب النار. بيقدر ووكر انه يهرب وبيسيب سترانك كون كروزو هياكله، لكن انجس بينزل المية علشان يحاول يمنعه لكنه بيغرق، فبيرمي كروزو سترانك وبيروح ينقذ انجس وبيرجعه للشط وبيفوقه لويس. وفجأة بيحصل ضرب نار في البحر زي ما بلغ ووكر، فبيرمي انجس على ظهر كروزو علشان يهرب بيه بعيدا عن الضرب، وبيحاول القائد توماس انه يبلغ بوقف الضرب، لكن اللاسلكي بيكون فاصل بسبب المطر، وبيشوف الجنود كروزو من بعيد فبيفتكروه انه غواصة تبع الالمان جاية تهاجمهم، فبيرفعوا شبكة في البحر علشان يمنعوا مرور الغواصة اللي هو كروزو، فبيضطر انجس انه يسيب كروزو علشان ينزل تحت المية ويبعد عن الضرب، وبيسيبه فعلا وبينزل في المركب مع توماس، وبيقدر كروزو انه يقطع الشبكة وبيهرب بعيد. وفي وقت الشروق بيشوف انجس كروزو لاخر مرة وبيودعه. وبكده يكون انتهى فيلمنا. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان ما يفوتكم شيء جديد. الفيديو من كتابة يوسف رمضان وتسجيل ومونتاج محمد رضوان. سلام عليكم.